السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس ياريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد. واضح ان ابو جبل مازال بيعيش فترة صعبة عليه، ربنا يا رب يكون في عونه ويهون على اي حد اي فترة تكون صعبة عليه في حياته يا رب. وظهر لنا من دقائق معدودة وهو من عربيته بيغني اغنية للفنان الجميل جدا انا بحبه تامر عاشور، اغنية الفترة دي، وقعد يسمع الاغنية ويرددها من داخل عربيته، ولكن في حتة يعني مخصوصة في الاغنية رددها باعلى صوته جدا وعلى صوته فيها، وهي الناس الفترة دي الطيبة بتعتبرها معجزة والاذى بقى عند الناس حاجة سهلة جدا. فهو واضح ان هو بيعاني من الاذية والاذى في حياته، وطبعا الناس ما بقتش عايزة تشوف حد طيب خالص، وكل الناس مؤذية، وان شفت حد طيب في سكتك فهتعتبرها معجزة في الزمن ده وحاجة مش حقيقية. هو بالفعل والحقيقة الناس المؤذية كترت جدا جدا في الزمن ده. بس نرجع ونقول ان ربنا موجود، ربنا سبحانه وتعالى موجود، وانه ما فيش حد الاذى يعني بيطوله الا وربنا بيخفف عنه، وربنا بالدنيا بتلف وبتدور لكل واحد. اي حد اذى حد ربنا بتلف الدنيا وتدور، وربنا بيأذيه زي ما اذى الفرد اللي هو اذاه. ربنا يحمينا كلنا يا رب، ودايما طول ما انت قريب من ربنا وخليك قريب من ربنا، طول ما انت متوكل على ربنا سبحانه وتعالى اكيد ربنا هيحميك من كل الناس الخبيثة المؤذية. ربنا يا رب يبعد عننا الاحقاد والنفسنا والاذى من الناس المحيطين بينا. في ناس اكيد كتير بتبقى محيطة بيك وكلهم شر وغل وحقد، ربنا يبعدهم عننا وما نشوفهمش حتى ولو صدفة يا رب، ولا تجمعنا بيهم ابدا، وابعدهم عننا وعن سكتنا. المفترج يا رب والشهر الفضيل اللي احنا فيه ابعد عن حياتنا اي ناس مؤذية، لان اكيد كل شخص فينا عانى من ناس مؤذية في حياته وتعبته جدا جدا جدا. ربنا يبعدنا عنهم ويبعدهم عننا يا رب العالمين، وينور لنا طريقنا، واجعلنا يا رب دايما قريبين منك، وجعلنا في معيتك، وارض عنا وراضينا يا رب العالمين.